او يعني عصاك يا ابو عزيز او يعني عصي ابو فتحي. الله يرضى عليك، كيف بلاك عني وعن ابني وانا اصنعي لك؟ انت بعيد عن ارضي وانا لاني طايقك ولاني طايق ابنك كمان. ليش انا طايق اشوفك؟ هيك لكان؟ الكوم عشار ولا هالجار هيك ونص. مو على راسي والله لا اشتكي عليك لكان، واذا ما بيحبسوك انا ما بكون اسمي ابو فتحي. روح عيدك وما تعطيك، روح بلط الزرقاء. شو هاد يا ابي؟ شو هالزلمه هاد؟ حيجنني. بلوى بلوى بنينا فيها، لا حول ولا قوه الا بالله. خالتي امك ليش ما اجت معك؟ والله يا خالتي تعباني شوي، ما قدرت تجي معي. خير شو صاير معك؟ والله ما بعرف، حاطت جسمها كله. لك انتو شو صار معكم؟ وينو ما جيت؟ والله ما صار معنا شيء ولا مبين شيء. لك هيك فص ملح وداب. آه يا خالتي والله محروق قلبي، كنت مو عاطية فرحتي لحدا، بدي شوفه عريس، يا فرحة ما تمت. روقي خالتي روقي، بتشوفيه إن شاء الله بكرة، برجع لنا بخير وسلامة. هدي أنا بفتح الباب. يلا يا رب يا رب تجعلي يا ابني بالسلامة يا رب. حضرة الويز باشي، معلش أعرف ليش أنا هو؟ قال يعني ما بتعرف ليش انت هون يا ابو عزيز؟ لا ما بعرف. هذا الزلمه بتعرفه شيء؟ اي بعرفه. هذا ابو فتحي جاري بالارض. حلو، هون حطنا الجمال. جارك ابو فتحي مدعي عليك انه انت طاحش على ارضه. لا انا ماني طاحش على ارضه، هو اللي طاحش على ارضه. شو يا ابو عزيز؟ شو يا ابو فتحي؟ كذاب سيدي كذاب، هو اللي طاحش على ارضي ومعي اثبات بالمساحه. احترم شيء بدك تطلع 60 كذاب، عيب عليك. احترم قبل بدك تطلع 100,000 كذاب انت. خلصنا بقى انتوا الاثنين، هات الاثبات تبعك. تفضل سيدي. ها وين الاثبات؟ منين جايبها الحجه؟ ما بعرف والله. ما بتعرف منين؟ والله هي الحجه بدها طلع على الارض لنتاكد منها. اهلا وسهلا، بتشرفوا. اهلا وسهلا سيدي، وهنيك بتبين الحقيقه. خير سيدي، الغداء هونيك بيكون مرتب، هوا طبيعه وشي بيعجبك. ايه ليش لا، معك حق يا سرحان معك حق. اهلا وسهلا، بتحضروا بيحضر واجبكم. أهلين عمي عليا. شرف شرف عمي. يا رب. حبيبة قلبي يا عليا، أنت كيفك؟ ماني منيحة يا مرت عمي، ماني منيحة. ليش تقبريني؟ كل ما بتطلع فستان عرسي قلبي بينعصر من جوا. وين راح ماجد وتركني؟ ماجد ما تركك، ماجد بيحبك وبيموت عليكي. كان هذا اللي مجنني انه انا وياه بنحب بعض، هو وين راح؟ سيدي من شان الله اللي مختفي ابني مو ابن الجيران، ومن حقي اعرف منكم شو صار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لك اب ماجد شو شايفنا قاعدين عم نلعب؟ لك يا الله وكيلك عم ندور عليه، عم ندور وقربت. يعني صار عندكم عنه خبر سيدي؟ سرحان قل له قل له نحن عم ندور عليه ولا لا؟ يا ابو ماجد حضرة اليوز باشا عطانا قبر ندور وما خلينا قرن ما دورنا فيها، ولك ما عم بينام الليل لا ليل ولا نهار. لك يا ابو ماجد حضرة اليوز باشا حتى اكل ما عاد له نفس ياكل. ايه خلاص خلاص خلاص، فهمت عليهم فهمت عليهم. تفضل حضرة اليوز باشا، هي اجار تعبتكم، دوروا لنا عليه بليره بمعيدكم. لك يقبرني اللي خلاك، انت شو بتفهم؟ حبيتك. شو اسمك انت؟ انا اسمي سامح. والنعم عاشت الاسماء يا سامح. من حضرتك والله هذا الحكي، حبيتك يا اخي حبيتك. خلاص امورك عندي طيبه، لا تاكل هم. ها هلا الواحد بيدور بنفس. خلاص عمي راح يدورونا عليه مثل العالم والناس. يا رب يا رب. شوفي
نبي شو بك أبي خير؟ لك نبي الأرض مدري شو بها. شوفي لك شو شوفي؟ وأنا عم بحفر الساقية إيه؟ فجأة هويت الأرض هيك يا رضي، وما لقيت لك غير هالمي غارت كأنه السرداب وبلحها ما عاد بينت، نزلت بالأرض لك إيه؟ ما عادت مشي إيه؟ يا لطيف على الشغلة، روح نشوف شو فيها بيروح. شرف يا أبي شرف، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو السيرة يا على مالك يا أبي على مالك؟ شو السيرة والله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول جدي مو ماجد شو صار لك؟ هاي الجوازة ما رح تزبط بحياتها، اسمعي مني بس مني، أنا بموت عليكي. أنت شو قصدك بهالحكي سامح؟ أنا بصراحة ماجد هرب من وشك مشان ما يتجوزك. لا مو صحيح هالحكي بنوم، ماجد بحبني وبده ياني. لك ماجد مات والميت بحياته ما بيرجع. بجوز يكون ميت. انت بتعرف شيء ومخبي عني؟ انا كل اللي بعرفه اني بموت عليك وبحبك. بوس ايدك عليا قولي وافي علي وافي. شو يا ابو عزيز؟ لمين هي الجثه المقتوله والمدفونه بارضك؟ والله ما بعرف يمين الجثه. بعدين هي الارض مو ارضي، هي ارضه. لا مو ارضي. شلون مو ارضك؟ مو انت بتقولي انا طاحش عليك؟ هاي ارضك. لا ما لك طاحش علي. لك ليش اشتكيت علي؟ خلص انا بسحب الشكوى وهي ارضك. لا حول ولا قوة الا بالله. الخطأ. لك تعا وين رايح؟ ايش الشغلة مال ضمينا؟ سرحان ولا حارف ما بدي اسمع صوت. بتضب الليان وبتاخده على الكراكون وبتبعت لرجاء على الخستخانة لنعرف لمين هاي الجثة. يلا يا سيدي يا رجل يا سيدي يا رجل يا سيدي يا رجل يا سيدي يا رجل يا سيدي. معقول اللي عم فكر فيه مزبوط؟ اي والله 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 إش كان هو لحتى أشرب من دمه. سامح يا ماجد، نحن مسكنا راس الخيط من صاحب الأرض أو بالأحرى من أصحاب الأرض عن طريق أبو سطوف الحارس الليلي اللي حاطه أبو فتحي عنده. قالنا إنه ماجد كان في معه شاب تاني فايتين على الأرض وش الصبح وقاعدين عم بيضحكوا ويتسهزكوا. هذا الشاب التاني هو سامح، وسامح اعترف بهاي الجريمة وخبرنا الحقيقة كلياتها. بالأخير يا ماجد ما في جريمة كاملة. الله لا يوفقك. لك يا خرب بيتك من حالك، قتلت لي ابني. ولك ليش قتلته؟ ليش؟ ولك أنا حياتك ابن خالته ورفيقه من الروح للروح. قتلته مشان عليا لأني كنت رأيده، بس أنا طب غني ما لقيته غير خاطر. لا بالشيطان بهالي أخذته على البستان وخلصت منه لأني بحب العب يا ولادي. الله يلعن الشيطان، الله يرحم روحك يا ماشي. ولك إعدام، ما بقبل أقل من إعدام. إعدام! شكيت أمري إلى الله فيك. الله لا يوفق. الله لا يوفق إلهي، عادتك مثل ابني. الله لا يوفق، إن شاء الله بتروح مثله.